ايش الاجره المليون؟ بتاع 30 40 جنيه. اه طيب قديش حقه هذا بيسوى؟ هتشتري؟ قديش بيسوى يعني؟ ايه؟ 2500. طيب 100 دولار بيكفي عربون يعني؟ ماشي. اه؟ بيكفي؟ عربون ايه؟ الدراجة. طب وانت اشتريت مني خلاص؟ قديش يعني بيسوى على الكامل حقه؟ انت مش بتشتري؟ قديش حقه؟ ده ب 2500 جنيه. 2500 قديش يعني بيطلعوا؟ ايه؟ قديش بيطلعوا على يا سيد؟ تب الرفض رحت فين؟ الله سامحني بدي اخذ الدراجه واطلع اتفسح يلا يا زياد ما اشتريته بقى؟ بلا دفعت له 100 دولار وبدي اخذه هلا يلا خلينا نمشي ممكن نطلع احنا ثلاثه مع الخوذه ولا بدون خوذه؟ لا مع هاي لا مع دون الخوذه لا معها لا. ممنوع لانه دفعت له 100 ب 2000 2000 جنيه 2500 لا ليه يا مها 2500 مستعملة ولا جديدة كام؟ يا فادية على الزيرو؟ اه 12000 طب مش هتقسطها له؟ هقسطها له لا خلص احنا اتفقنا ودفعت له العمون 100 دولار خلص ان شاء الله اسمع غروب خدت وصل الله يبارك فيك لا ما في وصل يبقى انت استلم البسكليت دي دلوقتي المرة الجاية اديك الوصل لا هلا بيسلمني اياه خلص اعطاني المفاتيح دفعت يعني طب ما اعطاك المفاتيح طب ما هو ممكن يغير المفتاح وقف وقف له تاكسي جمال خليه يروح هو خلص بقى شوف خلص انت روح انت انا خلص بص انا معطل نفس الفكر اللي انت بتسال على سؤال ايه خلص وقفت معاك خلص واشترينا سيبني ودفع انت مو عايز ايه دلوقتي انت انت عايز ايه انا بدي دراجه سيب المفتاح الطاي هنا مكانه ما دفعت لك انا سيب المفتاح طبعا انا ورا شغل الله طب اعمل انت نزل بس زعلي المشتري يفتح ولا ببيع دولار بتاعي ولا ببيع دفعت له 100 دولار 100 دولار خلاص عايز 100 دولار تعالى معايا اركب معايا الاسم واديك ال 100 دولار فوق اعطيني اياها بس الاسم يا جماعه طولوا بالكم البايع والشار يفتح خليني احكي لك كلمه انا بقى تفضل اخي انت اصل فاضيين وانا عايز ورايا شغل مين قال لك فاضيين عندنا شغل خير الله لسه بدنا نشوف الاستاذ ومعجون هات المفتاح هنا انا بدي حط المفتاح هنا الاول طيب ليش وانا اتكلم انا مو هلا حط المفتاح هنا الاول طيب اعطيني المفتاح اللي عملك طب بعدين حط المفتاح هنا الاول انا دفعت لك هلا حضرتك تديله ال 100 دولار الاول اعطيني حسابي يا اخي احنا شفناه هو عم يعطيك ال 100 دولار انتوا شفتوه ايه تبعت البوليس انا بتصل بالبوليس لا تصل تصل بالبوليس وهلا اتصل بالبوليس انا طلع وقفت لك اصلا ليش وقفت والله العظيم اضرب هدي طيب اعطيني المفاتيح هدي مين وبتاع لا مفيش مفاتيح بوليس ايه يا ابن انت من مصر هاتي المفاتيح اعطيها هون انا اتفضل خلاص اعطيني ال 100 دولار اعطيني 100 دولار اديني المفتاح عشان ما اغلطش عشان ابص انا يعني انا بحترمك لانك في بلدي ايه؟ مش تخلينيش اغلط معاك بقى فين بقى الاحترام احترام ايه انت عايزين ايه يعني انت سبت البتاع وقمت عايز تضربه اعملكوا ايه ما انا بقول له عايز ايه بيقول لي لوكاندا قلت له في لوكاندا يا معلم يا معلم تاخذ مفاتيح بده يعمل لك دوره هو هي خليه يعمل له دوره بتحط له دناديش دناديش بنعبيه بنزين وحط دناديش انا بعبيه وبصور ما تخلص تجيب المفتاح كده يعني الواحد لازم يعمل لكم مهرجان معاكم طيب طيب لحظه انا بدي ايه اسمر في اسمر عايز اقول لك حاجه كاميرا خفيه معاك كاميرا خفيه هي وهاي وهو هي وهاي وهو واللي كال المقلب يا هالي حيو هي وهاي وهو هي وهاي وهو واللي كال المقلب يا هالي حيو